معلم نحن بنسمع عنك كثير بس يعني ما بنعرفك. شو بتسمعوا عني؟ اشكال الوان من خالك، بس بعد ما علقنا معه لحتى عرفنا انه هو ورا كل المصايب اللي صارت فينا. انا ما افهم شو لكم شغل معه؟ هو بفوت اغراض على الشام وانتم تبعتوا اغراض لهون، يعني كل مين له نبي يصلي عليه؟ هذا الحكي لما كان دريد عايش، بس لما مات دريد خالك اللي استلم كل شيء ووقتها انقطعت رزقنا. شو دخلوا خالي بدريد؟ خالك فايت بالكل معلم، ولا تواخذني كل ما اجينا لنفتح باب منلاقي خالك وراه. شو المطلوب مني هلا؟ لما اجتمعنا بتجار الشام وكلوني لحتى اطلع اتفاوض معك. نحن ما بدنا غير نحط ايدنا بايدك. بالشام نحن بنقدر ندبر امورنا، بس لما نقلب الجبل بدنا حمايتك من بعد الله. الكميونات هدول شو فيهم؟ ادوات كهربائيه من تركيا، يعني شاشات على كمبيوترات على موبايلات والذي منه. ما في كميون بيمرق معلم بدون رجالك ما يفلوت فلاي. شو قلت؟ شوف خي مالك، انا ما دخلني لا بخالي ولا بحدا اللي الله خلقه. بدكم تمرقوا تمرقوا من كل خلق الله. الدرب مفتوح قدامكم، بتدفعوا ضمانه وبتمرقوا. اذا عندكم حدا يشتري اغراضكم حلو، ما عندكم انا بصرفه، ما تهكلوا للهم، بس كله بشروطي وبنور الله. ماشي. طيب قول معلم جمال. ها ارض شيخ الجبل، ما ارض عمران. تعرف معلم والله انك انصدمت وعدوينك كثير، فلا بقى تدير ظهرك وتأمل لحدا، خليك عم تشتغل بدراعك لحتى كل الناس تعرف مين جبل. بي على الله. فراج فراج يا خيي، قلت لك اسكت. ايوه افتح جاي. انفتح مع صاحبها والشحنة يا ميمي. هسا هذه الشاحنة محملة يا معلم؟ وعشرة طن والله. ما شاء الله عليك فالح بالحساب، وش عرفك؟ المرة الجاية انت بدك تطلع راس الحمل. بسيطة، ما كل حبة جرام 10 مليون حبة، يعني 10 طن. لا 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 شو عم تعمل؟ ما يكلفك تفتح الباب، ها؟ روح على سيارتك، روح. شباب، كل واحد على سيارته. 10 طن، بنخخوها نخ للسيارة. ليه قاعدين نتحذر؟ خلنا نفتحها ونشوف.
والله لا احكي كل شيء كل شيء كل شيء ما اعرفه. لما جبت لي الشحنه كنت عارف انها ملجمه. لحظة شو ناطرين؟ خلونا نولعوا بقى نتدفع لي احسن من القعدة. لا 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 دخيل اشرح كل معلمي دخيل اشرح والله والله انا ما دخلني هيدا نعمل بايده يا والله بايده اصلا اصلا ما خلى حدا يقرب علي. والمعمل من انت واقف؟ لما انضرب الحمل. وعصام وينه؟ عصام وين عصام؟ الله ام فرج. لا لا دخيل اشرحك معلم دخيل اشرحك معلم والله والله طول بالك علي الله ما يرد عنك ما عم ركز دوخان والله ما عم ركز. عصام يا دبي ركز متذكر لشوف يلا عصام عصام تذكرت هيدا الاستاذ تبع العيوب وين؟ أنا دمر عايش ولا ميت؟ عايش ولا ميت ولا؟ عايش والله عايش مرة شفته لما مسكوه على التليفون وعرفوا إنه عم يتواصل معك وقت نامر هرس له إيده بس والله عايش. وربي ما بس عصام اللي هنيك واختار كمان وطلال الشاي مزبوط؟ مزبوط لا 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 لا